السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن نبتة ذكرها أو لاحظها أحد المشاهدين في الفيديو اللي تذوقت فيه الفلفل، واللي هي هذه شجرة الزيتون. عندي إياها هني في أصيص، راح أعطيكم قياسات الأصيص أيضا. ولكن في البداية أحب أتكلم معاكم عن اللي حاصل مع النبتة. طبعا النبتة جذورها ملأت الأصيص بالكامل، ولكن عندي هذه القطعة اللي وضعتها على أساس بس أسند الشجرة شوي لأنها مايلة، فهذه كسرت لي الأصيص، فصارت التربة والمياه تخرج من الأصيص من هذه الجهة، فالأصيص يجف بشكل سريع جدا، وإحنا داخلين على صيف الحين. أخاف على النبتة أنها تبتدي تتعب بسبب الجفاف. طبعا الأصيص جاف جدا، فاللي راح أسوي أني راح أنقلها إلى هذا الأصيص الثاني اللي هو فخار بحجم أكبر جدا، وراح أيضا أعطيكم قياساته. طبعا أنا ممكن أتبع الطريقة اللي استخدمتها في الهيوغل كلتشر اللي سويتها في المساحة اللي عندي في الفيديو اللي فات، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، أني أضع قطع الخشب وكذا على أساس أملي هذه الأصيص الكبير وما أستخدم مواد كثيرة. ولكن ممكن طبعا ما في أي مشكلة، ولكن لأنها في هذه الأصيص أبغيها تمد عروجها بشكل سريع، فما راح أستخدم الخشب ولو أنه ممكن، وراح أستخدم هذه الطريقة في مشروع ثاني إن شاء الله راح أبين لكم مع الوقت، وراح نتابع نتائجها. هذه راح يكون جزء من مشروع مميز إن شاء الله راح أبين لكم إياه مع الوقت. فعندي هذه المواد، عندي اللي دائما أستخدمها في خلطة التربة اللي هي التربة الأصايص، عندي البيرلايت وعندي البيت موس، فراح أملأ الأصيص. ولكن في شيء ثاني راح أبين لكم إياه على أساس أنقل النبتة في الأصيص، وراح شيء يكون شبه جديد، ولكن بالنسبة حق المبتدئين راح يكون شوي يخوف، ولكن ما نخاف، هذه راح يساعد النبتة. فمثل ما احنا شايفين هذه الأصيص اللي هي فيه تقريبا حجم الأصيص احنا نتكلم عن 46 سنتي، هذه 46 سنتي، والعمق تقريبا 42 سنتي. فهذه الأصيص اللي هي فيه وراح أنقلها إلى ذاك الأصيص الأكبر. أول شيء سويته إني شلت العصا اللي كانت موجودة في الأصيص فأزلتها، والحين راح أسحب الشيرة من الأصيص وراح أحطها هني في العربانة هذه، وراح نشوف الجذور مع بعض، وراح أراويكم الشيء اللي تكلمت عنه. راح أزيل كل هذه الأوراق والأغصان، راح أحطها في الأصيص ما تضرني. نلاحظ كيف أن الجذور مالية سطح التربة، في عندي جذور أيضا طالعة من سطح التربة. راح أخلي الشجرة بهذا الشكل. نلاحظ كيف هني عندي بعض الطحالب بسبب تعرض التربة الرطبة للشمس. الشيء اللي راح أسويه، عندي هذه المنشار اللي راح أسويه، ممكن يكون شوي مخيف بالنسبة بالذات للمبتدئين. راح أقطع تقريبا نص الجذور، يعني خلنا نقول هذه الكمية، راح أزيلها. وبهذه الطريقة فراح أقيسها أول في الأصيص. تربة شوي عندي مرتفعة فراح أزيل منها، وبعدين راح أحط الشجرة في الأصيص. الفكرة من قطع الجذور بهذه الطريقة اللي هو ان احنا نحفز النبتة ان تنمو مرة ثانية، وبالذات الزيتون قوته في الورق مو في الجذور، فما دام في اوراق كثيرة النبتة راح تكبر، الجذور موجودة راح تغذي النبتة وراح تنمو. ولكن الحين مع قطع الجذور راح تحس ان عندها مجال اكثر بكثير، وراح تمد جذورها ان شاء الله، وراح تنطلق اكثر في الأصيص الكبير. ونلاحظ ان كيف التربة جافة جدا جافة. هذه شجرة ثانية انا نقلتها في أصيص كبير ايضا من قبل، ولكن غلطة اني لما نقلت التربة في الأصيص زرعت الشجرة فيها على طول وما كدست التربة. فنلاحظ عندي تقريبا فراغ 14 سنتي من التربة اللي كنت ممكن اعطي النبتة تكبر فيها زيادة.
فخسرت مساحة في هذا الأصيص بسبب أني غلط وما كدست التربة. نقطة مهمة هني مثل ما قلت لكم قبل لا أنزل النبتة لازم نكدس التربة. فأنا لما ملأت الأصيص علشان أكدس التربة خليت واحد من الأطفال يدخل بس يمشي شوية على الأصيص أو التربة عفوا على أساس بس ينزل لي التربة وأتأكد أنها تكدست بشكل كافي، ولو أنه راح تنزل شوي زيادة أنا عارف أنه راح تنزل شوي زيادة، ولكن ولا أنه يصير عندي نزول كبير وأخسر مساحة الأصيص هذه لأن حجمه كبير وأنا شاري علشان يكون حجمه كبير ويوفر للنبتة نمو كافي. فمهم أن أكدس التربة قدر المستطاع. طبعا ما أتكلم عن التكديس اللي راح يضر الجذور، ولكن التكديس أنه بس تنزل التربة بشكل كافي علشان ما يصير عندي نوع التربة تخفق أو تنزل وأخسر مساحة الأصيص. فالحين مثل ما احنا شايفين انا نقلت النبتة وحاولت اصلح ميلانها لما نقلتها، فكتلة الجذور لما نزلتها ما نزلتها بشكل مستقيم، ميلتها على اساس النبتة مع الوقت تصلح ميلانها بدون ما استخدم العصا. طبعا راح استخدم عصا وراح اثبتها معاكم، ولكن قبل لا اثبت النبتة راح اعطيكم قياسات الاصيص الجديد. فهذه الاصيص الجديد نتكلم عن الفتحة هني 49 سنتي، ولكن العمق يعني 75 إلى 77 سنتي من العمق، ففرق كبير بين الأصيص اللي قبل والأصيص الحالي. أيضا مع تقليم الجذور راح النبتة تحس إن في مساحة أكبر بكثير وراح تمد جذورها إن شاء الله. ومثل ما قلت لكم في بعض النباتات قوتها تتخزن في الجذور وفي نباتات قوتها تتخزن في الأوراق، فالزيتون من الأشجار اللي قوتها في أوراقها، دام فيها أوراق الشجرة تبقى قوية، وإحنا تركنا نص الجذور فالجذور موجودة فراح تمتد وراح حتى تمتد على سطح التربة هني راح تمتد. نقطة مهمة هني لما حطيت النبتة وغطيت التربة حطيت لها NPK إفراز بطيء ورويت الأصيص كذا مرة على أساس أتأكد أن الماء ينزل في الأصيص، ولاحظت أن في مناطق بالذات في الأمام هني التربة نزلت شوي فرديت رفعتها شوية على أساس مع الوقت أنا عارف أن التربة راح تنزل وما راح أتم أرفع بشكل كثير لأن الجذور اللي تكون على أو قريبة من سطح التربة ما نبغي ندفنها بشكل غزير لأن هذه الجذور اللي تغذي النبتة أو تغذي الشجرة، فما نبغي ندفنها ونخنقها بشكل كبير جدا. هي عادة تكون عند سطح التربة، فلو صار في نزول شوي ممكن ان مع الوقت ابتدي احط اوراق جافة كمالتش ان ابرد على النبتة واحميها من الحرارة والشمس على اساس بس انها تحتفظ بالرطوبة اكثر. فراح اثبت النبتة بالعصا معاكم. انا قبل كنت استخدم العصي اللي هي البامبو او حتى الأنابيب، ولكن وجدت هذه العصي اللي من داخل تكون ستيل ومغطية ببلاستيك فتتحمل وما تتعفن. البامبو مع الوقت يتعفن وينكسر داخل التربة لأنه يتحلل مادة عضوية، فأستخدم هذه الحين وسعرها معقول جدا. فراح أغرس العصا بشكل عميق وبس راح شوي اسحبها في اتجاه العصا، مو بشكل كبير شيء بسيط. راح اعيد استخدام نفس الخيط او الحبل لانه لو ربطنا العقده في النبته نفسها النبته راح تتاثر، وبهذه الطريقه نكون ربطنا النبته بشكل خفيف في العصا فراح تثبت مع الوقت. أتوقع لما تمد جذورها والتأسس راح أزيل هذه لأنها راح تثبت وتركز مكانها إن شاء الله. فراح أسوي نفس الشيء في هذه الأصيص الثاني حق هذه الزيتون إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو ومن الموضوع دي بالذات في الأصايص الكبيرة، وبالنسبة لنقل الأشجار ننتبه لموضوع تكدس التربة
وما نخسر المساحة مثل ما صار معي في القصص الثاني. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، واللي عنده أي استفسار أو أي سؤال ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.